كابتن حسام البدري طلع اتكلم عن فنجاده. ما اتسال قال ايه دور فنجاده في الاتحاد؟ طب قول لنا يا كابتن حسام، كلنا مش عارفين ايه دور فنجاده في الاتحاد. حلو، رد فنجاده. فكابتن حسام قال فنجاده راجل يعني، قالوا لي احمد بجاد قال عندنا شويه يروهات كده عايزين نصرفها. طيب فنجاده يرد على البدري ويوجه رساله قويه لمنتقدي كيروش. اهو فنجاده يرد على تصريحات البدري عبر في الجول ويوجه رساله قويه لمنتقدي كيروش. رد قال ايه فنجاده؟ قال لك ان هو بيشتغل بضمير وانه بيحب يرد على الحاجات الايجابيه، ما بيحبش يرد على الحاجات السلبيه، والاتحاد عارف هو بيعمل ايه. طب ما احنا برضو عايزين نعرف، ما احنا راي عام، في حاجه اسمها انا بشتغل والاتحاد هو اللي عارف انا بعمل ايه، واحنا طب احنا الراي العام عايز يعرف مستر نيلو فنجاده بيعمل ايه. وزي ما شفنا زغلول من شويه زميلنا مدير التحرير الرياضه في بيتو المح، قال لك ممكن يبقى فنجاده صل الاب الروحي لاحد اعضاء مجلس الاداره، وبالتالي مخلينه مكمل لغايه شهر مايو. ما تقعد تفكر كده، ممكن يبقى الاب الروحي لمين؟ هل يبقى الاب الروحي لجمال علام، الاب الروحي لخالد الدرندلي، الاب الروحي لمحمد بركات، الاب الروحي لحازم امام، الرب الروحي لإيهاب الكومي، لابو الوفا، لدينا الرفاعي؟ مش عارف هو اب الروحي لمين، بس انا عارف يعني، انا لما استعرض الاسماء اعرف اقول هو الاب الروحي لمين. ان بما ان زغلول ما قالش انا مش هتوقع ومش هقول. فنجاده قال دي، لكن اللي منتقد كيروش قال لك ايه؟ قال لك كل الناس اللي بتنتقد كيروش ما تفهمش 10% من اللي بيفهمه كارلوس كيروش في كره القدم. ايه الاجابه دي؟ هو ما حدش قال ان احنا بنفهم في الكوره اكتر من كيروش. ما احنا عارفين الكوره مدوره وكيروش عارف ان الكوره مدوره، عارفين الكورنر بيتلعب كده وعارفين الاوفسايد وكيروش عارف كده. احنا يا باشا عايزين نروح كاس العالم، كنا عايزين نروح كاس العالم، وجبنا كيروش عايزين يودينا كاس العالم يا باشا، ما وديناش كاس العالم يا باشا، يبقى خلاص يا قصة يفهم اكتر يفهم اقل يفهم بتاع. فكان يعني تصريح الحقيقة غريب من نيلو فنجاده.